السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هعمل لكم حاجة كويسة وحاجة جميلة جدا، بتبقى حلوة قوي في رمضان وفي عزومات رمضان، في كتير طلبوها مني ان انا اعلمها لهم او اعملها لهم فيديو. هنعمل الكوبيبة الشامي، الكبة، الكوبيبة اللي انتوا تقولوا عليه. الكوبيبة الشامي دي مشهورة جدا باخواتنا السوريين عارفينها. احنا هنعمل الكوبيبة المقلية، مش هنعمل نوع تاني، هي ليها اصناف كتير قوي. الكوبيبة دي ليها حوالي 35 نوع، بس في اساس، الاساس بتاع العجينة ده ينفع في الكوبيبة المحمرة، الكوبيبة المبرومة، الكوبيبة الصينية، وكوبيبة اللهم صلي على النبي، السماء، سمائية، كوبيبه سمائيه، وكوبيبه كوبيبه باللبن. ماشي. احنا طبعا في مصر هنا كل اللي احنا بنحبه، كل اللي احنا عارفينه، الكوبيبه المحمره فقط لا غير. بس الكوبيبه المحمره هنحتاج لها ايه؟ نحتاج لها برغل. البرغل يا حبايب قلبي بتاع سوريا غير البرغل بتاعنا، بس انضف نوع برغل احنا بنجيبه او يعتبر يعني القريب من البرغل السوري هو البرغل ده، برغل الضحى. بصي يعني لو لقيتي عندك عطار سوري بيجيب البرغل اللي بيتعمل بيه الكوبيبه، فيه برغل اسمر بيتعمل بيه الكوبيبه بيبقى حلو جدا، لو لقيتيه متوفر جيبيه، ما لقيتوش يبقى هو ده، وانت مغمضه جيبيه. هو ده بيبقى منظره. بصي شايفه؟ انا قالوا لي السوريين حنان ده نوعه مش برضو حلو، بيبقى خشن شويه، قاسي، يعني ما بيشربش ميه كتير، ما بينش مش من النوع اللي بينفش في الميه، فهمتوني ازاي؟ بيبقى قاسي، لازم اديله ميه كتير، حبه كتير، حبه كتير، عشان خاطر ايه؟ يبقى طري معايا وتبقى الكوبايه ماسكه نفسها زي ما بيقولوا، اعرف اشكلها. انا هعمل ايه؟ انا هعمل كيلو برغل. بصوا ده نص كيلو برغل، خدت من ده، ادي الكيس ده والكيس اللي مفتوح ده، يعني كيلو برغل. الكيلو برغل ده هعمل عليه ايه؟ اول حاجه هشطفه، ما بيتنقاش. ماشي. اول حاجه ده ما بيتنقاش لان هو نضيف، عشان كده بقول لك جيب الضحى وانت مغمضه عينك، ما تنقيهوش، هينزل في طبق زي ده كده. هبتدي احط، بصي ادي ده كده كيلو البرغل اللي انا عايزه، خلاص اعتبره بقى الفيديو ده فيديو تعليمي قد ما هو زي ما اقوله ايه، فيديو صنف انا بوريه لكم او بعرفك طريقته. ادي اهو البرغل اهو. ماشي. ده هشطفه تحت الميه واصفيه، احط مصفى تحت من هنا كده واصفي، وارجع احط ميه تاني واصفي، وارجع احط ميه تاني، اصفي حوالي 3 4 مرات، وبعد كده انقعه في ميه لمده 10 دقائق، بس 10 دقائق او 5 دقائق، ازيد من كده من 5 ل 10 دقائق بس، خلاص. بعد ما هنعمل المرحله دي هقول لكم نحط عليه ايه. انا بصراحه مش هكذب عليكم، انا لا بحب اضرب في كبه ولا بحب اعمل في مفرمه كهرباء، الحمد لله يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب الحاجات دي عندي، بس انا بستسهل وبدي للجزار بتاعي، الجزار بتاعي اتصل بيه اقول له هحضر لك البرغل. بكون انا بقى هوريكم بقى بعد ما ابتدي انقعه واغسله والكلام ده كله، واشوف هنحط عليه ايه، واوديه للجزار اقول له حط لي عليه كذا لحمه، قد كده لحمه، هقول لك بقى الكيلو ده بيتاخد قد ايه لحمه، واضربه لي وشين تلات. احنا دلوقتي اول مرحله، ادي كيلو البرغل اهو، هنروح نغسله ونشطفه 3 4 مرات واسيبه 5 دقائق منقوع او 10 دقائق، ميه من الحنفيه مش ميه دافيه، ميه من الحنفيه، خلاص حبايب قلبي. وبعد كده اصفيه خالص خالص من الميه، وهرجع اقول لك نحط ايه عليه. هنا يا قلبي غسلته 3 4 مرات، بصوا هو زي الفل بصراحه، ما فيهوش حاجه. بصوا بغطيه بقى ميه كده وخلاص، واسيبه بقى 5 دقايق 10 دقايق لحد ما يبتدي الجزار يجي لي، وانا ابتدي بقى ايه، انضف البصل. الكيلو ده احط عليه قد ايه؟ احط عليه 3 بصلات كبار كده، 3 بصلات كبار، هنضف البصل وبعد كده يكون عدى ال 5 دقايق ولا 10 دقايق، ونصفيه ونشوف هنكمل ازاي. بصي يا قلبي المفروض ان خلاص، بصوا ادي اهو شايفه، منقوع واتغسل مرتين ثلاثه واتنقع خلاص، وصفته من الميه. ماشي يا حبايب قلبي. هحتاج ايه؟ 3 بصلات كبار، بصوا 3 بصلات اهم متقطعين. ماشي هجيبهم لك كده بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطهم كده عليه. ماشي. انا مقطعهم كبير، ليه مقطعهم كبير؟ لان انا عندي الجزار هيجي هو اللي ياخدهم يعملهم لي. ماشي. هروح عامله كده. هنعمل ايه بقى؟ عندي قرفه، قرفه معلقتين ثلاثه كبار قرفه، القرفه فيها تحفه، السوريين بيحطوا كمون، انا ما بحطش كمون بصراحه، جربوا الطريقه بتاعتي دي مش هتسلوها،
مع احترامي للسوريين يعني. لا كده مش كتيره، ما تخافوش انا سامعه البول ده كده كتير. لا مش كتير، معلقتين كبار فلفل اسود او معلقه ونص فلفل اسود. بص انا بستخدم المعلقه دي على فكره الصغننه دي، يعني معلقه ماشي، معلقتين ملح. اولا دي الحشوه الخارجيه، الحشوه الخارجيه دي ما تكون طعمها حلو، يكون ملحها مظبوط. تنتوني ازاي، انا هكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف. معلقتين ملح، معلقتين صغيرين فلفل، معلقتين ونص قرفه. خلاص بس نبتدي نقلب ده كله كده. انا اتصلت بالجزار هيجي ياخدها. كيلو بقى ده على التلات بصلات على الحاجات دي يحتاجوا قد ايه لحمه؟ هحط كيلو الا ربع لحمه، من نص كيلو لكيلو الا ربع لحمه. انا عايزه يعني يا كده يا كده، يعني مش هتفرق معايا من نص كيلو لكيلو الا ربع لحمه، لكن ما تحطيش كيلو كيلو ماشي، ما تحطيش كيلو برغل كيلو لحمه، لا يستحسن كمان نص كيلو. خلاص ليه؟ عشان الغلاف ده يبقى ناشف مقرمش حلو. هديها للجزار هقول له يضربها لي قد ايه، هيحط لي عليها نص كيلو لحمه مفرومه ما فيهاش دهن. خلي بالك من النقطه دي، ما فيهاش دهن، لحمه مفرومه حمراء خالص عشان ما تفكش مننا في الزيت. طب حطينا عليها نص كيلو لحمه المفرومه، لحمه مفرومه مش لحمه صحيحه وهو يفرمها مع دي، لا لحمه مفرومه. هيلخبطهم على بعض ويفرمهم ثلاث وشوش، ثلاث مرات، ادي ثلاث مرات. خلاص طب انا يا حنان مش عايزه اودي للجزار، انا عندي، انت عندك حته المفرمه الكهرباء او الكبه اللي انا عملته ده دلوقتي كده، هيتفرم لوحده مره واحده في المفرمه الكهرباء او مره واحده في الكبه لحد ما ينعم ويختلط كله وينزل في طبق زي ده، انزل عليه اللحمه المفرومه النيه نفس المقدار برضو، وادعكهم بايدي واروح مديالهم ضربه تانيه يا في المفرمه الكهرباء يا اما في الكبه. فهمتيني ازاي؟ انا بقى بصراحه عشان الوقت ده كله لا، انا بروح بعتاله يجيبهم لي وبخلص واريح نفسي. ده كيلو برغل منقوع ومغسول كويس ومنقوع لمده 5 دقايق او 10 دقايق، عليه ملح وفلفل وقرفه وثلاث بصلات. هنحط عليهم نص كيلو لحمه مفرومه حمراء، ده الغلاف الخارجي. مسافه الجزار ما يعمل لي ده، انا هعمل ايه؟ هعصج لحمه. هعصج لحمه قد ايه؟ هعصج كيلو ونص لحمه او كيلو لحمه حسب ما اللي انا عايزاه، يعني اقول له ابعت لي كيلو لحمه مفرومه اعصجه، ابعت لي كيلو ونص لحمه مفرومه انا اعصجها، في حسب ما الحشوه تبقى معايا انا عايزاها. تعصيج لحمه عادي جدا جدا، هحطها لك في صندوق الوصف. تعصيج اللحمه رقم 2 مش رقم 1، اللي هي اللحمه اللي ما فيهاش طماطم ولا فيها صلصه ولا حاجه، لحمه وبصل بس والتوابل والملح فقط لا غير. خلاص يا حبايبي ان شاء الله هوديها دي للجزار واوريها لكم لما ترجع يا حبايبي شكلها ايه. بصوا يا حبايبي اهي جات لي اهي من عند الجزار، بصي شايفه؟ شايفه واخده بالك؟ انا عايزه السم كده، عايزه النعوميه دي، بصي شايفه؟ دي عليها ده كيلو برغل عليه اللهم صل على النبي ليه، نص كيلو لحمه مفرومه وثلاث بصلات. طبعا ما طلعش الكميه دي كلها، لا ده انا كان عندي فكنت مسيحاه وحطيت على بعضه، لكن انا بقول لك كيلو برغل كده، ودي لحمه معصجه ببصل بس وملح وفلفل وسبع بهارات، من غير سمن من غير زيت من غير ناشفه، ما فيهاش اي حاجه، بصي ناشفه ما فيهاش اي حاجه. هنا بقى يا قلبي ميه بزيت او ميه بملح بس، ومعلقه صغيره زي دي. خلاص وهنجيب صينيه كده عشان نحط فيها الكبيبه. هنعمل ايه؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الميه اهي، بصي خدي ايدك كده اعملي كده، ناخد حته كوره المقاس بقى اللي انت عايزاه، ميه بزيت او ميه بملح. عملنا كوره بصباعي ده، بصي واضغطي ادخلي لجوه واضغطي ادخلي لجوه واضغطي. دي اشهر كوبيبه احنا بنحبها من السوريين، وبعدها الكوبيبه المشويه
بصي وسعي كده، وسعي. طبعا هما بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بيعملوها اكتر مني يعني، اكبر من كده بكتير يعني. ماشي اهي، بصي رقاقي ده، ده يبقى رقاق. احنا بنحب دي وبنحب الكبيبه المشويه، بس دي اكتر حاجه. اخد معلقه اتنين تلاته وابتدي، بصي اضغط كده، اضغط كده. ماشي، احط ايدي في شويه ميه، بص ميه بزيت اهي، وابتدي اقفلي كده شايفه، بصوابعك الاتنين فوق وتحت. طبعا انا مش عارفه اشتغل بسرعه عشان انا بصور لك. اوعي تضغطي في النص، ما تضغطيش في النص، اضغطي هنا والزياده ارميه، الزياده مش ترميه يعني، نزليه في الطبق. بصي مش عايزينها طويله قوي، نشيلها نعملها صغننه، نشيلها نعملها صغيره. الزيت بيساعدك والميه والملح، ميه ساقعه بيساعدوكي ان هي. طب يا حنان انا جبتها ومش عايزه اعملها دلوقتي، سيبيها في التلاجة نص ساعه واشتغلي فيها او ساعه بالكتير قوي، اكتر من كده لا. اهي هنجيب هحطها كده في الصينيه، واحط اختها جنبها كده كده كده، جنب بعض جنب بعض، ادخلهم الفريزر يجمدوا. فهمتيني ازاي؟ لازم ميه تاني، ايدي تاني في الميه تاني، ايدي تاني ميه والزيت تاني، ناخد قطعه تاني. لازم دي بقى ما ينفعش ما ينفعش تستوي كده، هتفلق منك، هتتفتح. دخل صباعنا كده ونفتح ونلف، نفتح ونلف. بصي ومن هنا، بصي من هنا مقفول، بصي من هنا كده كده كده، وبعدين بتمسكي بصباعك ده كده كده. بصي هي مش سهلة ومش صعبة يعني، هي عايزة شغل، مش هنكدب على بعض، مش هقولك لا دي سهلة لا دي صعبة، لا هي ولا سهلة ولا صعبة. انا بقولك اسهل حاجة، هقفل كده من هي، المفروض ما بتتقفلش كده، بس انا بقولك اسهل حاجة، واروح عاملة ضماهم على بعض كده وابتدي. بصي حتة مفتوحة اهي، نبتدي نظبطهم مع بعضي، ناخد حتة عجينة نظبطها مع بعضيها. خلاص كده ادي اهي كده، نقلب الناحيه الثانيه عشان نعمل لها بوزه. ناخد حته عجينه صغننه صغننه خالص، عارفه بنعمل محاره، احنا كاننا بنعمل محاره. ليه بقى لازم تبقى مجمده؟ ده من شروط نجاحها انها تبقى مجمده، تتقلي مجمده لازم، وتتقلي التقلية بتاعتها ليها تكنيك تاني خالص يا جماعة، هقولها لك وانا بقليها، مش هينفع اقولها لك كده دلوقتي. دي عشان تنجح معاكي وتطلع 100% لازم تتقلي بطريقة معينة، على زيت عادي يعني، مش جهاز كهرباء ولا الكلام ده. بصي اي حاجة تحس انها تتفتح مننا نروح قافلينها. خلاص اهي ادي، ونروح حاطينها جنب اختها. ادي الاتنين برغ، اتنين كوبيبه، دي كوبيبه مقليه مش مشويه، المشويه ليها حشوه تانيه خالص يا جماعه، عشان محدش يقول حنان عامله دي الكوبيبه دي ستاندر لكله، لا دي مش ستاندر لكله، دي تقدري تعملي منها كوبيبه صينيه زي دي بالظبط، نفس العجينه دي افردها على صينيه مدهونه زبده حلوه قوي، وان شاء الله هعملها لكم في رمضان عشان دايما احب لازم اكلها في رمضان. بصي صباعك لو نشف بالليه، بصي صباعك لو نشف بالليه. ماشي، وبالليه هنا كده، اللهم صل على النبي. الكوبيبه الصينيه نفس العجينه بالظبط، الكوبيبه المشويه نفس العجينه، بس الحشوه لا مختلفه، حشوه في لازم يبقى فيها دهن، حاجه اسمها دهنه في الكوبيبه المشويه، لكن الصينيه نفس الحشو ونفس الغلاف الخارجي بالظبط يا حبايبي، بس بيتفرد في الصينيه وحلوه جدا جدا وشيك قوي، وبتبقى برده في منتهى الجمال وجديده. لو انت ما تعرفيش تعملي دي
تاني مرة هعملها لك ان شاء الله كوبيبة الصينية. طب انا يا حنان بعمل الكمية دي دلوقتي واحنا لسه فاضلنا على رمضان 3 ايام او 4 ايام، اللهم بلغنا رمضان يا رب. هعمل ايه؟ هحطها يا حياتي في صينية زي انا ما قلت لك كده، اهم جنب بعضيهم اهم في الصينية اهم، هدخلهم الفريزر يجمدوا تماما تماما بحيث ان انت تقعي في الارض ما تتكسرش، يطلعوا اقسم في كل كيس الحبه اللي انا عايزاهم. دي اقصاها 2 في الفطار، يعني النفر ياخد قطعتين، فهمتيني ازاي؟ انها تقيله فالنفر ياخد قطعتين. انا عندي 4 افراد هحط 10، عندي 5 افراد هحط 12 قطعه، فهمتيني ازاي؟ نحط 2 زياده وادخلهم في الفريزر يجمدوا تماما تماما، يجمدوا خالص حبيبتي. ونبتدي، بصي انا بعمل ايه، بحط ايدي ميه ازاي، يجمدوا تماما يا قلبي، ولما يجمدوا خالص افرزهم في كيس او اطباق فل، لو انا عندي اطباق فل احطهم جنب بعض على قد الاكله، فهمتيني ازاي يا قلبي، على قد الاكله ابتدي انا اعملهم واطلعها وهي متلجه. يعني بص انا دلوقتي بعملها لك، مش هقدر دلوقتي احمرها، لازم اتلجها، لازم لازم تتلج. بصي هي الطريقه دي غلط، بس دي اسهل طريقه عشان تتعلميها، عشان تضمني انها اتقفلت منك، عشان السوريين عارفه يقولي لا انت بتعمليها غلط، السوريين بيقفلوها على طول. دي الطريقه دي غلط، محدش بيقفلها كده، بس انا اخترعت الطريقه دي عشان لما اقفل كده، بصي هتتفتح مني، بس لما اقفل كده كلها تتقفل معايا، فهمتيني ازاي؟ كلها تتقفل معايا، كلها تبقى مقفوله. خلاص انا هعمل لكم دي اخر واحده، وبعد كده ادخلهم الفريزر يا حبايب قلبي، ونشوف هنقليها ازاي والتكنيك بتاع القلايه بتاعتها، وان شاء الله باذن ربنا تتبعي خطواتي بالظبط بالظبط، وهكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف ان شاء الله باذن ربنا. بصي ادي، ايه رايك؟ انا حطاهم على صينيه عشان يدخلوا فريزر ويجمدوا، تطلع معاكي احلى كوبيبه يا قلبي. خلاص انا، طب يا حنان مش عايزه اكببها دلوقتي كلها كده، هعمل ايه؟ هاخد من دي حبه كده، حبه مثلا كده اهو، هدخلهم في كيس واقفل عليهم وادخلهم الفريزر، اطلعهم يسيحوا يقعدوا معايا شهر شهرين ثلاثه، اطلعهم يسيحوا وابتدي اشتغل فيهم، اشتغل فيهم بعملهم كبيبه صينيه، اعملهم كبيبه زي دي مقليه، فهمتيني ازاي حبيبتي؟ يعني مفيش مشكله، يعني مش بيقول لك شرط انك انت مجرد ما انا بعمل العجين ان انا لا اروح لازم اعملهم كور واحشيهم واعملهم كبيبه لا 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 لا، تتحط في الفريزر وتتقفل وتتحط في اكياس يا حبيبتي، وما فيهاش اي مشكله. معلش هو ممكن الفيديو ده يبقى طويل، بس انا زي ما قلت لك الفيديو ده فيديو تعليمي اكتر ما هو ان هو فيديو تعليم، يعني صنف انا بقوله لك. بصي هما بيعملوا كده، بصي بصي هما السوريين بيعملوا كده، بصي بيعملوا كده، بصي بيضموا بيضموا، بصي بيضموا كده، بصي يضموا كده، ماشي اهي، الزياده تترمي تتشال، مفيش حاجه تترمي يعني تنزل تحت في الطبق من تحت اهي، ماشي. طبعا معلش يعني انا بعملها بقالي داخله على 15 سنه من قبل اخواتنا السوريين ما ينزلوا مصر، وانا متعلماها وبعملها، وكان ده طبق اساسي عندي في رمضان زيه زي الخرشوف بيبقى عندي في رمضان، وعلمتها لامي وعلمتها لناس كتير في قرايبي ان هم يعملوا الكوبيبه من قبل ما السوريين، يعني انا كنت شفتها باب الحاره بصراحه، يعني الله يكرم باب الحاره مسلسل باب الحاره، هي اللي علمتهاني او هم اللي علموهاني بمعنى صح، ابتديت ابحث واعرف واجيب كتب واقراها واعرف دي بتتعمل ازاي، لحد ما ابتدى بقى اعرف واشوف السوريين هنا، وابتديت اشتري الجاهزه من بره وابتدي ادوق واعرف الطعم واقارن واعرف ايه اللي محطوط في التوابل، وابتديت اشوف يوتيوب كتير لحد ما وصلت دي احسن نتيجه انا وصلت لها بصراحه. خلاص يا قلبي ادعوا لي بقى، خلص بقى اللي انا ورايا ده، وهحط دول في الفريزر ونتقابل ان شاء الله باذن ربنا عند الزيت عشان اقول لكم التكنيك بتاعها بتاع القليه. بصي يا قلبي شايفين، بصي المنظر، شايفه؟ بصي بصي شايفه مجمده ازاي، انا عايزه كده. هنعمل ايه؟ احنا حطينا كده ماشي، جمدناهم نحطهم في كيس بقى بعدد الاكلات،
يعني مثلا احنا زي ما بقول لك احنا 4، يبقى انا هعمل 2 4 6 8، هعمل 8 ممكن اعمل 2 زياده. فهمتوني ازاي؟ يبقى انا هحط في الكيس قد الاكل بالظبط، اوعي تحطي في الكيس كتير لان ده ما يتسيحش. وبصي بصي جامده ازاي، وهي جامده كده انا حطيت الزيت على البوتاجاز عشان يسخن خلاص، وهوريك ازاي نقليها. انا هقلي مثلا الكميه دي، انا هحط كام الاول؟ هحط 4 الاول 4 او 5 لوحدهم الاول في الزيت، ما احطش الكميه دي كلها غلط. لو حطيتي الكميه دي كلها كده غلط. انا هعمل 10، ال 10 اقليهم على مرتين. ليه؟ لان ال 10 لو نزلوا في الزيت مره واحده هيبردوا الزيت، فبالتالي الكفر ده مش هيتحمر، هيطرى وهيطلع الحشو من جوه ومش هيقرمش. فهمتيني ازاي؟ يعني انا هحمر الكميه دي اعملهم على مرتين، ادي دول كده 5 حلوين، واعمل زيهم 5 يبقى فاضل لي 2، او اعمل 4 واعمل 3 لوحدهم. فهمتوني ازاي؟ وهوريكم ازاي نقليهم. ادي يا قلبي ده الزيت، بصي الزيت اهو خلاص سخن. هعمل ايه؟ الاول بيتحط على نار عاليه، مجرد ما ابتدي انزل الكبيبه هدي النار لوسط زي ما اتفقنا، هدي النار لايه؟ لوسط. خلاص، وشوكه بقى جنبك ماشي، شوكه صغيره جنبنا، هنشوف هنقلب ازاي ونبعدهم عن بعض ازاي ونقلبهم كل شويه. هدي النار لوسط عشان انا عايزه اللي جوه يبتدي، ان كله متلج، عايزه اللي جوه يبتدي يسخن ويبتدي يتحمر، والغلاف اللي بره ما يفكش، يوصل لحد ما يقرمش معايا. فهمتوني ازاي؟ فما استعجلش عليها. ادي النار، ادي النار دي عاليه، هوطيها لوسط بس. فهمتوني ازاي؟ وهوريكم لما اجي اضيعها. بصوا قبل ما تاخد لون نبتدي نضير، بصي نبتدي نضير، بصي نبتدي نضير كده، اول ما تاخد لون خفيف خالص نبتدي نضير كده، هي لسه كده ما استويتش برده، كده لسه ما استويتش. بصي الطاسه عندي كبيره وبقيتها فاضي ازاي، ولا يجرى اي حاجه، اوعي تحطي تاني، اوعي. تفضل كده بقى كل شويه، كل ثانيه، كل نص دقيقه نقلب، كل نص دقيقه نقلب يمين وشمال. بصي بشوكه بشوكه تقلبي يمين وشمال، هي اليتها بايخه، لازم واحد يبقى واخد باله منها. بصي تيجي نقلب، تيجي نقلب، هتقولي الله دي لونت حلوه استوت، لا لسه ما استوتش، لسه من جوه نيه، لسه من جوه نيه. تعرفيها ازاي؟ لا بيبان، ما تخافوش بيبان. هي بتاخد حوالي 5 دقايق على النار، هي بتاخد حوالي 5 دقايق على النار. تيجي بس كل شويه نضيق، كل شويه نضيق. خلاص خلي بالنا ان هي مجمده من جوه، كمان مجمده عشان ما يبقاش الحشو بارد، ومن بره مش عامله، مش مستويه. هي كده ممكن تاخد لون وتروحي طافية عليها وخلاص، هي كده استوت وحلوه، ادخل اجي اكل ولا الاقي باكل تلج. خلي بالكم من النقطه دي يا جماعه، كوبيبه اليتها مش سهله. افضل كل شويه اضير، كل شويه كده اضير بحرف الشوكه كده، كل شويه كده افضل راحه جايه راحه جايه. خلاص وهوريها لكم بقى في التقديم لما تطلع. هي بتاخد من 3 دقايق لاربع دقايق، 3 دقايق لاربع دقايق، وانت ايدك كده راحه جايه عليها، راحه جايه عليها، ما تثبتهاش على مكان واحد ونار هاديه، حس النار عليا تبتدي هدي النار. خلاص بصي خلاص كده نبتدي، هي كده قربت خلاص نطلعها، لسه بيضا من هنا شويه بس بيضا من جوه. نضير ضيري كده رايح جاي، طلعي بقى ايه الدلع، طلعي على مصفى حبيبتي، طلعي على مصفى، هي لونها حلو قوي على فكره، مش فاتح زي ما هي باينه في البتاع. بصوا ادي المصفى، بصوا ادي المصفى. خلاص ناخد غيرهم واوريها لكم بقى في التقديم يا حبايبي. خلاص صفيها خالص من الزيت كده، حطيها في مصفى ماشي. ادي يا حبايبي شكلها، اوريها لكم بقى في التقديم يا عيني. ادي يا حبايبي بعد ما اتحمرت شايفين، بصوا دي خدت لون شويه لاني انا اتلهيت، انتوا عارفين طبعا المطبخ قبل الفطار ايه اللي بيجرى فيه. فهمتوني ازاي؟ بتعملي مليون حاجه في وقت واحد، مجرد ما بصي يعني ما تتضيري كده تلاقيها بتغمق منك على طول. بصي بصي شايفه، بصي هحاول افتح لك، معلش حقك عليا عشان صباعي. بصي شايفه من جوه، بصي احنا عايزين المنظر ده. فهماني ازاي؟ ريحتها رائعه وحلوه جدا، يا ريت تجربيها، وفعلا جميله جدا، وطبق يشرفك قوي في العزومات، وسهله قوي قوي، اتبعي كل اللي انا بقوله لك بالظبط بالظبط، وان شاء الله يعجبك باذن ربنا بدون مقاطعه. وبحبك قوي قوي انا حنان رمضان.